السلام. ده انت قلت لفظ صعب شويه. لا ولا في الحقيقه احنا كاخوات ممثلين عن الامه الحقيقه احنا شايفين حكومه شغاله مؤامره عليها. احنا عندنا حكومه خاصه عليها. النهارده احنا عندنا عجز في الغزل يقدر بحوالي 250 مليار جنيه. النهارده احنا شايفين اراضي الدوله المنهوبه في كل الناس شايفه الكلام ده الا الحكومه مش شايفه الكلام ده. في نفس الوقت انا هدي مثال صغير، المواطن اللي بيحب يقدم على تربه 21 متر عشان يدفن فيها بيدفع فيها 27,000 جنيه. خلي بالك رقم سابقه بالقرعه، ولما بيطلع في القرعه يعمل فرح ان هو خد تربه. في المقابل ناس واخده اراضي بالمليارات محدش بيحاسبها. احنا اخر مره سمعنا ان استاذ رئيس الجمهوريه شكل لجنه لبحث هذه المواضيع. فين الحكومه الكلام دوت؟ فين الحكومه؟ النهارده عجز المصدر النهارده مين هيغطيه؟ حكومه شغاله داخل الصندوق مش خارج الصندوق. انا النهارده كنت قدمت امبارح بيان عاجل اتناقش النهارده داخل البرلمان، لمحت في اكثر من سؤال الحكومه وتوجيه الحكومه ان احنا النهارده بنركز على المواطن الغلبان في صوره ان احنا نحصل فواتير ميه وكهرباء بشكل مبالغ فيه، شكل فيه يعني استهتار بالمواطن الغلبان. في نفس الوقت النهارده رئيس الجمهوريه في كل حواراته واحاديثه بيقول لك احنا عايزين نطبطب على الناس الغلابه، الناس اللي هي ما حدش باص لها قد كده. للاسف الحكومه مش ما بتراعيش المواطن الغلبان. النهارده في قصور شديد جدا في الجهاز التنفيذي، انا مش عايز اقول كله، في بعض الاجهزه التنفيذيه الحقيقه. بس حضرتك بتقول انه في لجنه مشكله بالفعل. في لجنه مشكله، وكل حاجه النهارده تنبثق من الحكومه، يعني ما كانش رئيس الدوله النهارده هيشكل لجنه. فين الحكومه؟ فين الصلاح الزراعي؟ فين وزاره الري؟ فين وزاره الاوقاف؟